هلو يا شباب، يونت 6، واتس ذا ويذر لايك؟ كيف هو الطقس؟ زي ما احنا اتفقنا قبل كده، ويذر يعني الطقس بتاع اليوم. لكن لو عايز اتكلم على دولة واقول المناخ بتاعها حار في فصل كامل او شهور كتير، فده اسمه كلايمت. كلايمت المناخ، لكن ويذر زي ما اجي اقول النهارده حار، today is hot، today النهارده is cold، برد. فده بالنسبة لي كده أقدر أقول عليه weather. طيب lesson 1، الدرس الأول، the weather، الطقس، سحابة cloud، رياح wind، جليد snow، كلنا عارفين الكلمات دي، قوس قزح rainbow، مطر rain، عاصفة storm، شمس sun، ثلج ice، طقس weather، فصل الصيف summer، درجة الحرارة اللي هي درجة مئوية degree. وهتلاقوا عندكم حتى في الدروس لما تلاقي العلامة دي كده، يعني اسمها اما بتقيس درجة الحرارة بتقول سيلسيوس ديجري، يعني درجة الحرارة مثلا 25 فبتقول 25 سيلسيوس ديجري. ديجري يعني درجة حرارة مئوية. رائع، كول، وكمان نوع من انواع اللي انت بتبقى منتعش او بردان، كول. لما نبرد كول، كول بتيجي بمعنى رائع وتيجي بمعنى روش كمان. مشمس sunny، تنوع variety. جاف dry، درجة الحرارة temperature. ممطر rainy، دي الصفات. هتقول لي يعني ايه؟ انا عارف ان المطر يعني rain، ممطر rainy، هتلاقي الصفات بتاعة الطقس اخرها واي. زي مثلا سحابة cloud، ملبد بالغيوم cloudy. في النهاية finally المناخ climate، دافئ warm. سنويا per year يعني كل سنة يحافظ على برودته، keep cool ينخفض go down بالليل at night، يجلب الماء من، يعني لما اجي اقول لك bring water from the river، بيحضر المياه من النهر. listening script، جزء الليسننج مهم عشان بيجي لنا قطع نسمعها ونحل عليها. Good morning everyone، صباح الخير يا كل واحد. I am bringing you the news of the weather in Egypt today، أنا بحضر ليكم الأخبار، the news الأخبار، of the weather أخبار الطقس in Egypt today، كأنك في نشرة وبتقول بقى أخبار الطقس. It's going to be، هتكون، لسه ما حصلش، ده صيغة مستقبل بعد going to، الفعل في مصدره. It's going to be rainy in Cairo، هبتدي أتكلم على محافظات مصر، هقول هتكون ممطرة في القاهرة، rainy in Cairo. How often does it rain in Cairo؟ طيب هي هتمطر، how often، rainy in Cairo بتمطر في القاهرة، how often يعني كم العادة، قد ايه يعني بتمطر في القاهرة؟ It's always sunny there، ده هي على طول مشمسة. I know but it's rainy، انا عارف بس، but it's rainy، ولكن هي ممطرة، الجو هيكون ممطر. طيب سألوا على مكان تاني، what about شرم الشيخ؟ طب ماذا عن شرم الشيخ؟ الطقس فيها عامل ايه؟ It's never very cold in شرم الشيخ، ده عمرها ما بتكون برد جدا في شرم الشيخ. But today we have some ice، ولكن اليوم عندنا بعض التلج. I don't believe it، أنا مش مصدق اللي أنت بتقوله. What about Alexandria، إيه أخبار اسكندرية في الطقس؟ It's going to be windy، windy يعني مغيمة بالرياح، مليانة رياح. That's normal، ده طبيعي. It's sometimes windy in Alexandria، well thank you، تمام حسنا شكرا جزيلا. فدي كلام واحد بينقل لنا اخبار عن الطقس. ادم عندك سؤال؟ لا يا مستر، انا عايز اجاوب بس. اوكي، لما نيجي طبعا نجاوب هنبقى نجاوب. The weather in Egypt، الطقس في مصر. We have a nice variety of weather in Egypt، عندنا تنوع، كلمة variety يعني تنوع، عندنا تنوع لطيف في الطقس في مصر. although بالرغم من، اكتب على although يعني بالرغم من. although it's usually very dry، بالرغم ان دايما عادة بتكون جاف جدا الطقس. we have very hot summers، ساعات بيجي علينا اوقات في الصيف
بيكون اوقات صيف حارة جدا، ساعات الصيف بيكون حار جدا، we have a very hot summers، مواسم من الصيف بتبقى حارة جدا، and the temperature sometimes، واحيانا الحرارة بتوصل ليه جوستو بتطلع ليه 50 degrees in some places، 50 درجة مئوية. هتقول لي فين الكلام ده يا مستر؟ في الصعيد والأقصر وأسوان، الأماكن اللي في الصعيد بتكون درجة الحرارة عالية جدا. ده الويذر ان ايجيبت، طقس في مصر. Our winter، الشتاء بتاعنا are cooler، أبرد، and the temperature go down، ودرجة الحرارة بتنزل. يبقى الحرارة لما بتطلع go up أو goes to، go to goes to. طيب and the temperature طبعا هنا goes ناقصة ES، goes down to around 12 degrees، درجة الحرارة ممكن توصل ل 12 درجة مئوية. طيب خلينا ناخد الكلمات اللي موجودة معانا يا شباب قبل التعبيرات والمصطلحات وحروف الجر. موج، الموج زي ما انت بتروح كده على شاطئ اسكندرية بتلاقي المد والجز. كلمة tidal wave، كلمة wave يعني موجة، بتضرب مصر موجة حارة فيقول لك heat wave، بتضرب مصر موجة باردة cool wave cold wave. موجة يعني المد والجزر tidal wave، إعصار tornado، موجة حارة heat wave، الجو هيكون حر جدا، عاصفة رملية sand storm، فيضان float، رياح قوية strong wind أو strong storm، عاصفة قوية، متجر store، المتاجر اللي موجودة سواء أونلاين أو المتاجر اللي موجودة أونلاين ستور أو فيزيكال ستور، مكان بتروح تشتري منه. ابن son، قلق الآن worried، ليمون lemons، مفضل favorite، بالخارج outside، أجازة أسبوعية weekend، سيدة lady، عصير ليمون جاية من lemon lemonade، عنب grapes، فجأة suddenly، رد reply، وده بنكتبه في الإيميل. لما اقول للي انا بكتب له الايميل please reply back to me، رد عليا اكتب لي تاني، صوت هادئ quiet voice، ارضيه floor، ظل shade shade shade، ده الظل زي shadow، بطيخ watermelon، بالقرب من nearby. important expressions and prepositions، قبل ما نقرا القطع والنصوص اللي بتجينا في الامتحانات. important expressions and the preposition، حروف الجر والتعبيرات والمصطلحات. تقليل درجة حرارتنا cool us down، cool us بنبرد نفسنا شوية، يعني لما يبقى الجو حر جدا I swim in the pool، أنا بعوم في حمام السباحة ليه؟ to cool me down، علشان أبرد نفسي شوية أهدى شوية. على الجانب المظلم المظلل on the shady part، كلمة شادي مظلل، ظل on the shady side، في البداية at first، في النهار in the day، يعود come back go and come back، مفتوح قليلا a bit open، bit دي بمعنى قليلا، يعني لما اجي اقول لك مثلا a little bit worried، انا قلقان شوية، a bit open مفتوح قليلا a bit open، يأتي مسرعا come running come running، يسقط fall down. read the story، تعال نقرأ القصة، وزي ما احنا متفقين القصص البسيطة اللي موجودة معانا في الدروس زي lesson 1 the weather in Egypt، زي ما انتم شايفين كده the weather، القصص دي بتبقى قصيرة فيها the beginning البداية، بعد كده the middle المنتصف بتاع القصة بتاع الأحداث، وبعد كده the end النهاية. طيب تعال نشوف the beginning. The very hot summer became a heat wave. الصيف اللي بيكون حر جدا بيصحبه بيبدأ بموجة حارة. A heat wave is when the temperatures goes very high. يعني ايه اصلا موجة حارة؟ موجة حارة يعني درجة الحرارة، احنا قاعدين بنتكلم على درجة الحرارة. goes very high بتطلع فوق جدا، بتعلى above 40 degrees. فده فعلا بيبقى الجو حر جدا، اول ما الحراره تقول لك عدي ال 40 الجو حر جدا. And no one can do anything، ومحدش فينا بيعرف يعمل حاجه. بنبتدي نستخبى بقى في البيت، نقول استنى اما اليوم يخلص وننزل بالليل نخلص مشاورنا. We stayed in the shade
بنمكث بنقعد في الظل and try to drink، وبتحاول تعوض الحر والمية اللي جسمك بيفقدها to drink lots of water، بتشرب مية كتير. Mom asked me and my friend Lamia to go to the store to buy watermelon. ماما بتقول لي أنا وصديقتي لاميا اللي أنا أروح المتجر عشان أشتري واتر ميلون بطيخ. grapes and lemons، عنب وليمون، to make lemonade عشان نعمل ليمون ساقع كده، to cool us down عشان نبرد كده ويبقى منتعشين. the middle، we came back on the shade of the street، رجعنا بقى في الضلة اللي موجودة على الشارع. suddenly as we were passing Mrs. Sohair's house we hear a cry، واحنا معديين فجأة كده بجنب بيت Mrs. Sohair سمعنا عياط صريخ. لمياء and I were worried، أنا ولمياء كنا قلقانين. Mrs. Sohair's door was a bit open، الباب بتاع Miss Sohair كان مفتوح. so we knocked، بنخبط، خبطنا and called Mrs. Sohair وبننادي عليها. at first there was no reply، ما كانش فيه رد ولا إجابة. Then we heard a quiet voice، سمعنا صوت هادئ. I'm here, I'm here، أنا هنا. We went into the kitchen، دخلنا للمطبخ. And she was on the floor، وكانت واقعة على الأرض. Help me، she said، ساعدوني. The end. I ran outside and saw Mr. Munib، أنا جريت بره البيت ولقيت مستر منيب. he came running، الماضي بتاع come came، جه يجري بسرعة معانا. we all helped get Mrs. Sohair on a chair، ساعدناها إن هي تنهض وتقعد على كرسي on a chair. then we gave her water and some of our fruit، وأعطيناها بعض المية والفاكهة اللي إحنا اشتريناها، بعض من الفاكهة. she said she went to the kitchen to get some water، هي قالت إن هي راحت للمطبخ عشان تحصل على بعض المياه. but she felt ill، ولكن وقعت مريضة. and fell down، وسقطت. because it was so hot، في ناس بيغمى عليها من درجة الحرارة وضغطها بيرتفع فالناس ما بتستحملش الحر فوقعت. listen to درس التاني في connect 5 من unit 6 present simple، الكلام ده قلناه مليون مرة واحنا في سنة خمسة. المضارع البسيط، language functions، الجرامر اللي موجود معانا. المضارع البسيط هنستخدمه النهارده عشان نتكلم على ايه؟ يا ترى هنتكلم على طقس، to ask about weather، the weather in present، عاوز اسال على حاله الطقس في المضارع. what is the weather like، الجو عامل ايه؟ زي ما انت شايف what is the weather like هنا بمعنى كيف يبدو الطقس. What is the weather like? It's، وتقول الجو عامل ايه؟ It's hot, it's cold, it's rainy، ممطر، it's windy، it's stormy، عاصف، مليان رياح، الجو حر، الجو برد. It is، طب لو انا عايز اسألك عن امبارح، الطقس كان عامل ايه امبارح؟ ما ينفعش تقول لي What is the weather like yesterday؟ ما ينفعش. طالما انا قلت yesterday خلي is was، تخلي is زي ما انت شايف كده was. what was the weather like، الجو عامل ايه؟ it was، ده كان. it was hot، it was cold، ده كان برد. طيب to ask about your favorite weather او listen season، اسف، weather يعني الطقس، season يعني الموسم، يعني في ناس بتحب الصيف، في ناس بتحب الشتاء، كأنك بتسأل سؤال what is your favorite كذا. What is your favorite weather؟ الجو بتاعك ايه الحلو؟ What is your favorite season؟ My favorite season is winter. لما تيجي تجاوب الفاعل والفعل، مفيش جملة في الإنجليش ما فيهاش فعل، يعني ما ينفعش تقول لي My favorite season winter. لا، My favorite season is winter. يبقى تاني لو بتسأل على الطقس النهارده What is the weather like؟ لازم تحفظ السؤال كده. طب امبارح What was the weather like yesterday؟ المضارع البسيط اللي احنا بنتكلم عنه present simple، اللي هو الفعل فيه مصدره وبنزود للفعل مع هي وشي وات اس المضارع، الكلام ده قلناه كتير في كونكت وكونكت بلس. adverbs of frequency،
يعني اكتب عليها ظروف التكرار. انت بتعمل الحاجة دي تكرارها قد ايه، مش عددها. انا مش عايز رقم. لما اجي اقول لك how you often او how often do you، تكرارك قد ايه، مرتين في الاسبوع، مرة في الاسبوع، ابدا، عمري ما بعمل كده، على طول انا بعمل كده. دي اسمها adverbs of frequency، اكتب عليها ظروف التكرار. لو بتعمل الحاجة على طول always، غالبا usually generally عامة often غالبا sometimes، ده 50% أحيانا آه أو لا، occasionally بالصدفة بالمناسبة بعملها، seldom زيها زي rarely بس الأفظع rarely، rarely دي نادرا، seldom نادرا بس بعملها، never أبدا. طيب لو لقيت أي كلمة من دول يبقى الجملة مضارع بسيط. يعني لما أجي أقول لك how often do you drink milk، بتشرب لبن قد ايه؟ هتقول لي I always drink milk. How often do you drink coffee؟ تشرب قهوة قد ايه؟ I sometimes drink coffee. أنا أحيانا بشرب قهوة. أحيانا بتيجي فين الكلمات دي كلها؟ قبل الفعل، ما عدا verb to be بتيجي بعده. يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ يعني لو جيت أديك مثال، خلينا نفتح وورد كده ونكتب عليه. لو جيت أقول لك أنا ما بروحش المدرسة أبدا كل أيام الجمعة، هقول I never go to school، I never go to school on Fridays. لو قلت لك غير الفاعل وخليه she، ما تجيش بقى تقول لي she never go، لا، لأن أنت عارف إن مع she بنزود s أو es على حسب الفعل. She never goes to school on Fridays. هي عمرها ما بتروح المدرسة أيام الجمعات. إيه بقى موضوع إن الكلمات دي بتيجي قبل الفعل؟ I sometimes drink coffee. أي فعل؟ آه، ما عدا verb to be، يعني am أو is أو are لو أنا بتكلم في المضارع. لما أجي أقول مثلاً Adam is always late، آدم على طول بيجي متأخر. إيه؟ always فين؟ بعد is، لكن مع أي فعل تاني تيجي قبله ما عدا verb to be اللي هو am أو is أو are. طيب تكوين الزمن الـ present simple verb to be هو am أو is أو are، والـ negative am not is not اللي هي isn't are not اللي هي aren't am و is و are لو هتكون سؤال. زي ما أجي أقول لك are you happy؟ أنت عارف إن are you في السؤال، I am في الإجابة، yes I am. طيب أي فعل تاني بيتكون من الفعل بعد الفاعل في مصدره، زي ما أجي أقول I cook rice، أنا، لو هي she cooks pizza، هي بتطبخ بيتزا. عايز تنفي الجملة زمن المضارع البسيط، لو الفعل في مصدره مع I بتحط don't، I أو you أو we أو they. I don't cook rice. طب لو هي عايز تنفي الجملة يبقى she doesn't cook pizza، هي مش بتطبخ بيتزا. بعد doesn't الفعل في مصدره، تكون السؤال هتبتدي بدو أو بدز زي ما أنت شايف. السؤال في دو، الإجابة فيها دو لو ببتدي بيه. Do you؟ Yes I do. No I don't. Does she؟ Yes she does. No she doesn't. وهكذا. الكلام ده قلناه كتير. Lesson 3 ساينز، الدرس الثالث على الساينز، مواد طبيعية natural resources. متابعين معايا يا شباب؟ اوكي تمام اوكي. مواد طبيعية natural resources، اقتصاد economy، معدن القصدير tin، معدن النحاس copper، معدن الزنك zinc، وقود حفري كلنا عارفينه fossil fuels. الكلام ده في الساينس. موارد معدنية، معدن، الكلام ده واخدينه في الدراسات. mineral resources، طاقة نظيفة clean energy. الطبيعة nature، معادن minerals، منتج product، معدن الرصاص lead. ادي اسماء المعادن اللي مهم تبقى عارفها. الحاجات دي كلها الثروة الصناعية بتاعت مصر والثروة المعدنية. مجوهرات جولري، ماسوره او انبوبه بايب، عالم وورلد، هواء نظيف كلين اير،
تربة زراعية soil، محاصيل crops، خشب wood، علب قصدير tin cans، موقد أو البوتاجاز cooker، كوكر طيب فحم cooker، فحم coal، فضة silver، ذهب gold، بضائع goods. ايه ده مستر مش جود دي يعني جيد؟ اه ده لو هي صفة، يعني لما اجي اقول لك I'm good at English، I'm good at speaking English، دي صفة. لكن كلمة goods البضائع، اثاث المنزل furniture، هاتف خلوي cell phone، تليفون mobile phone، cell phone، القطن cotton، cotton. conjunctions of verbs تصريفات الافعال، مضارع وماضي، البريزنت المضارع باست الماضي، الافعال المنتظمه اللي على الشمال دي ترانسبورت اكتب عليها ينقل، ترانسبورتد، انكلود يتضمن او يشمل انكلودد، يوز يستخدم يوزد، رينيو يجدد رينيود رينيول. واحنا عارفين حتى جايه منها كلمه رينيوبل انرجي طاقه متجدده. بريزنت باست في الافعال الريجولار الغير منتظمه، بيلد بالدي في الماضي بيلت، سيل يبيع سولد الماضي، يعني لما اجي اقول اي سولد ماني كمبيوترز يسترداي، انا بعت كمبيوترات كتير امبارح، باي بوت، بوت بمعنى يشتري. listen and read، اسمع واقرا. what are natural resources، ايه هي المصادر الطبيعيه؟ الكلام ده كلنا نعرفه من دروس الساينس، مصدر طبيعي يعني ربنا خلقه في الطبيعة، يعني أنا ما صنعتوش ما عملتوش بإيديا. natural resources، our world is amazing، العالم بتاعنا رائع جدا. it gives us many things، بيعطينا أشياء كثيرة، so we can have food، عشان كده بيبقى عندنا الأكل، clothes الملابس، and build our houses، وبنبني البيوت بتاعتنا، زي ما احنا كده عندنا الستونز الحجائر، روكس الصخور، وقدماء المصريين كانوا بيبنوا البيوت بالحجائر والصخور. natural resources المصادر الطبيعية زي ايه؟ our water ده مش من صنع الانسان، clean air الهواء النظيف، animals الحيوانات، forests الغابات، soil التربة، fossil fuels الوقود الحفري like oil and coal الفحم والبترول، oil هنا مش مقصود بيها الزيت، البترول، and minerals المعادن اللي موجودة في باطن الأرض like gold and copper، المعادن بقى زي الجولد الذهب في صناعة الحلي، copper النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية، كل ده دراسات على ساينس. water is the most important of all natural resources، المية دي هي كل شيء في الحياة، واحدة من أهم المصادر الطبيعية في الحياة. ليه؟ علشان بنشرب منها الاكتفاء الذاتي، علشان بنسقي منها المحاصيل water crops، بنسقي المحاصيل، علشان بنصنع منها الطاقة الكهرومائية electro energy طاقة كهربائية electro electricity. all living things need it to stay alive، كل الكائنات الحية محتاج المية علشان المصطلح ده مهم، stay alive يبقى على قيد الحياة. clean air الهواء النظيف is also important to keep us، علشان يحافظ علينا الهواء النظيف and our crops healthy، لما يكون الجو نظيف والجو نشط وكويس أكيد النباتات هتاخد الكربون داي أوكسيد وتطلع لنا الأكسجين. we make furniture بنصنع الأساس from trees من غابات الأشجار اللي موجودة في الغابات. we grow food in the soil بنزرع الأكل بتاعنا في التربة. التربة our mineral resources المصادر المعدنية are minerals المعادن and these include وفيها كل المعادن اللي احنا عارفينها زي الجولد الذهب silver tin القصدير copper النحاس lead الرصاص zinc. we use gold and silver to make beautiful jewelry، احنا بنستخدم الذهب والفضة علشان نصنع مجوهرات جميلة. the natural resources المصادر الطبيعية، هو احنا ممكن نحصل على from plants، ممكن نحصل على نباتات من ايه؟ المحاصيل. هناخد منها ايه يعني؟ هناخد منها fruit الفواكه، wood الخشب بتاع الأشجار،
nuts المكسرات، cotton القطن. طيب from animals هناخد ثروة غذائية زي الملك، اللبن، eggs البيض، leather اكتب عليها الجلد، meat اللحم، mineral المعادن. كل معدن من دول بيدخل في صناعات بقى، silver الذهب الفضة، gold الذهب، copper النحاس، tin cans علب القصدير. آخر جزء معانا قبل ما نطلع بريك ونكمل بعد البريك، phonics علم الصوتيات، ال P وال B الكلام ده قلناه كتير جدا زمان. P P بيخرج هواء مع حرف ال P، وأنا هفضل أحذر وأقول مش بس أجيب درجة عالية في الامتحان وأنا بنطق إنجليش غلط، ما ينفعش. لو رحت تعمل انترفيو محدش هيقبلك. Puma Panther Panther People Polite Penguin بيانو بيبر بي. لكن هنا بي بي بيد بوك باسكت بن بوت باندا باندا باندا. طيب عندنا كمان سايلنت ليترز ان انجلش، في حروف موجوده في الكلمه والناس كتير جدا، كلمات كتير جدا موجوده والناس بتنطق الحروف ده، زي ما تيجي تقول له كلمه مثلا لو كتبت الكلمتين قدامكم كلمة جزيرة، بص كده لما أنا أكتب الكلمة دي، الكلمة دي اسمها إيه يا شباب؟ بتتنطق إزاي؟ ايلاند آيلاند. برافو. لأن لو حد ايلاند قال، لو حد قال آيسلاند المفروض اللي أنا أكتبها كده، لو حد قال لي آيسلاند، وآيسلاند دي دولة، لكن هي اسمها آيلاند، الإس سايلاند الجزيرة. عندنا بقى سايلاند بي زي بام تايم، كلكم عارفين دي، كم المشت، كرم، سايلنت تي، بوشا، كاسل، كريسماس، فاست فاستن فاسن مش فاستن فاسن، سايلنت اتش، جوست الشبح، اونست اونست، اور ميكانيك ميكانيك، سايلنت كي ني الركبة، نيو زي ما انت شايف، نيكرز نايف، سايلنت دبليو انسر سورد. ايه يا مستر ده؟ المفروض انا بقول السيف يعني سورد، لا سورد. تو تو بتقول تي او تو، هول هول، فعايز تقول الكل، عشان كده في فرق شاسع. لو انا جيت اقول رقم صحيح هول نمبر، لو جيت اقول في ثقب there is a hole in the wall، في ثقب خرم كده في الحيطة. فاهمين ان انا عارف المعاني؟ اكيد لو واحد بيقول لي whole number مش هكتب دي، هكتب رقم صحيح، رقم كامل whole number. طيب هنروح دقيقتين بريك يا شباب ونرجع بلينك جديد، ما تتأخروش. Thank you.